السلام، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم مش نحكيه على غريبة جديدة مش نحكيه على غريبة جديدة اللي سايرة بين حركة النهضة وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي برامون، ولا شيء عيناني، حيث استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي ومعه بعض الأعضاء والقياديين من حركة النهضة كما نور الدين البحيري وكما أنور معروف إلى منزله في لقاء خاص في منزله في لقاء خاص وفق ما ذكره موقع الجريدة اليوم. ولم يذكر المصدر فحوى هذا اللقاء الذي من المرجح تناول الأزمة السياسية الحالية الدائرة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. إذا كان الموضوع يخص الأزمة السياسية ويخص الدولة ويخص الشعب، علاش اللقاء يكون خاص في الدار؟ فما قصر يتلاقوا فيه، فما مجلس النواب، فما برشا أماكن عمومية معنتها للعمل. العمل عنده بلاصتو وعنده لقاء متاعه، لكن هذا لقاء خاص في المنزل معنتها عنده حاجات أخرى جانبية. العلم لله وربي يقدر الخير، هذا شنو نجم نقوله. وربي يحمي تونس وقيس سعيد، وما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس.